ربما هذه المناسبة كانت حافز لنا للإعلان عن إطلاق مبادرة جلفاوية، نشاط جلفاوي سيضم العدد الكبير من أبناء الجلفة، منتدى شباب الجلفة. هذا المنتدى الذي سيعمل على محورين أساسيين. المحور الأول محور القناعات، سنتدارس فيه مع شباب الجلفة من مختلف مناطقها، 1000 شاب من مختلف مناطق ومداشر وقرى وبلديات الجلفة، سيتدارسون القناعات الوطنية الأساسية التي نتقاسمها نحن شباب الجزائر في الجزائر الجديدة، كما سيتدارسون أهم المهارات التي يجب أن نتحلى بها وأن نكتسبها نحن الشباب اليوم حتى نستطيع أن نواكب الديناميكية الجديدة التي تشهدها الجزائر الجديدة بحول الله تعالى وأخوته. طبعا هذا المنتدى سيكون إشارة انطلاق لمنتديات عديدة سيتم عقدها في كل ولايات التراب الوطني بإذن الله تعالى وقوته، تيمنا بمنتدى شباب الجزائر الذي نعقده نحن سنويا في المجلس على الشباب. لكن هذه السنة ستكون آية مقلوبة، منتديات محلية تختتم بمنتدى وطني جامع بحول الله تعالى وقوته. إذن نلتقي في منتدى شباب الجلفة والذي سيضم 1000 أو أزيد من 1000 شاب جلفاوي بحول الله تعالى من مختلف الميادين من مختلف الشرائح، لنتدارس مجموعة من القناعات ولنعزز مجموعة من المهارات لدى شبابنا بإذن الله. بلاطة يتمنى لكم رمضان كريم. شيبس لوكس يتمنى لكم رمضان كريم. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.